السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيان وتكون اموركم مزيانه ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه مريم المتنوعه. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه رائعه في تبييض الاسنان، وفي نفس الوقت كتحيد لنا الاصفرار اللي يكون في الاسنان. وزوينه هذه الوصفه، هذه كنحتاجوا لخميره الحلويات، يعني بمكونين فقط كنحتاجوا الخميره ديال الحلويات رائعه في تبييض الاسنان، وكنحتاجوا معها واحد نصف ليمونة حامض. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو في هاد الوصفة هذه.